عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا فيكم قناتي قناة باص السعادة. طبعا الحلقة النهاردة حلقة وجهة نظر. وجهة نظر النهاردة يا جماعة بتتكلم على المنتخب المصري وأدائه في دور المجموعات وأدائه في دور الـ16 ودور الثمانية. طبعا كلنا شفنا في دور المجموعات، قلنا المنتخب هيطلع في دور المجموعات، وده اللي احنا قلناه كلنا. طبعا شفنا الأداء وشفنا الماتشات وشفنا الأداء مع نيجيريا، وقلنا احنا خلاص طالعين. لما دخلنا على السودان وعلى غينيا، قلنا يا جماعة ده احنا هنطلعوا من دور الـ16. ولما دخلنا دور الـ16 قلنا هنطلع لإيد كوتيفوار اللي غلبت الجزائر 4-1، اللي هو حامل البطولة. طيب يا جماعة ايه اللي تم وايه اللي حصل؟ تعالى نتفرج ايه اللي تم وايه اللي حصل. في هذه الضربة صلاح خلصها صلاح، من هنا كانت البداية. ضربة كانت من معلم، خلي كوت ديفوار تسلم، محمد صلاح يعلنها، ومنتخب مصر يفوز بركلات الترجيح من علامة الجزاء ب5-4. سجل زيزو والسولية وعمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم، وسجل محمد صلاح اللي بيقود مصر، في حين بيبي وسنجاريه وكورنيه وزاها سجلوا، وأضاع اللاعب إيريك بايه لاعب المان يونايتد، وتألق جاباسكي مصر إلى الدور ربع النهائي وملاقات المنتخب المغربي في النهاية. ودخلنا دور الثمانية يا جماعة وقابلنا المغرب، قلنا بس احنا طالعين. وكان الأداء أحسن من ماتش كوتفار، ما كانش الحكم ظالم، كنا زماننا دلوقتي يا جماعة كاسبين المغرب بالتلاتة والأربعة، وده اللي احنا شفناه في المباراة بتاعت امبارح. طبعا يا جماعة شفنا أداء محمد صلاح وهو بيراوغ، شفنا أداء وفي الجانب المقابل باسم مصر محمد صلاح يتقدم الآن لمصلحة المنتخب المصري، تغطية دفاعية لا زالت مستمرة وقائمة، لا زالت ما بين أقدام صلاح، يدخل إلى منطقة الجزاء، كرة ملعوبة. لا 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 رجالة اللعيبة بتاعتنا، يعني أنا فخور جدا بالمنتخب ده. إن شاء الله بإذن الله هنخش كأس عالم، بإذن الله هنخش كأس عالم، تفائلوا بالخير تجدوه. يلا بينا نشوف ماتش على مستوى تنفيذ الركلة الركنية، ملعوبة داخل منطقة الجزاء. لا 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 عودة الفراعنة، ومن الباب الكبير يطرقون أبواب بونو ويفتحون الباب ويسجلون التعديل بأقدام صلاح، يضبط الثامنة بتوقيت عاصمة المنتخب، يتأهل صلاح عرضية. هي ليلة يظهر فيها الأبطال، محمد صلاح يمرر إلى تريزيجيه وتريزيجيه يسجل، يضع الكرة في المرمى ليتقدم المنتخب المصري. الآن مصر تقلب الطاولة. طبعا يا جماعة عدينا عقبة المغرب. عن حضرتكم أسعدتوني في الحلقة بتاعت النهاردة من وجهة نظر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى زر الاشتراك في القناة.